In the name of Allah the Most Gracious the Most Merciful Lukmal Hakim School English Language for 9th Grade Ms. Amal Ismail. Today is Monday and the date is 29 September 2020. Today we are going to answer some exercises uh, in the workbook. In the last lesson I did a quick revision of tenses which is very important. And it helps you to answer the following exercise. Muhammad in the last lesson. Today we are going to answer exercise number eight. Complete the following sentences. A I have to study for my English test, but my friends are coming for a visit. تمام? b Sarah was watching a film. انتبهنا عندنا when. إذا هون بدي ألاحظ إنه when من دلائل past continuous. فهون عنا was watching. الشق الثاني لازم يكون simple past. فلما أعمل complete the sentence لازم أحط الverb verb بال simple past. إذا Sarah was watching a film when she fell asleep. تمام؟ إذا كانت تشاهد الفيلم عندما استغرقت بالنوم سي أحمد and رامز وير very tired إذا كان أحمد ورامز متعبين انتبهت على where بحالة السمبل باست يا ريت تكتب كل هاي التفاصيل فأنا بدي أكمل الجملة أكيد بالسمبل باست إذا كانوا متعبين but لكن طبعا but من أدوات اللينكينج وورد دايما بيجي قبلها كوما but they still worked hard إذا أحمد ورامز كانوا متعبين لكنهم بقوا يشتغلوا بجد تمام؟ دي she usually reads before she sleeps طبعا usually من دلائل simple present usually always often sometimes هدول اللي اسمهم frequency of adverb ظروف التكرار الفعل بيجي s i للمفرد و للجمع وانا ملخص لك القاعدة راح اصور لك اياها تنقلها على الدفتر فبدي اكمل اكيد الفعل بالسمبل بريزنت بما انه شي اكيد بدي ألحقه ب اس او اس شي يوجوالي ريدز بيفور شي سليب ذن يعني عاده قبل النوم بتقرأ كتاب وبعد القراءه شي brushes هير تيث بتفرشي اسنانها مثلا نمبر اي وي وير ان a هاوس او ان ذا هاوس وين اذا رجعنا ل وير الباست فبدي أكمل بالباست، كنا بالمنزل عندما my father came from أكبة. عاد والدي من العقبة، طبعاً فيك تجم- فيك تكمل بالجملة المناسبة وتكون جراماتيكلي قواعدياً صح، يعني مش مضطر إنه تلتزم ب اللي أنا حاله، فيك تغير تكملة الجملة لكن تكون كمعنى وقواعدي كوريكت. رح نروح على Exercise number nine اللي هو بطلبنا write the questions to the following answers. معطينا الإجابة تمام، وأنت بدك تكتب write the question السؤال. الآن from the answer من الإجابة أنا بدي أكتشف أداة السؤال. الآن الإجابات أغلبها موجود فيها auxiliary verb اللي هم helping verb الأفعال المساعدة. في حال وجود auxiliary verb القاعدة جدا simple سهلة. بحط الأكزيلياري فيرب أداة السؤال تمام وبعدين بحط السبجكت بعدين بحط الفيرب كيف يعني يا مس؟ look at number A الإجابة no he isn't wearing a hat طيب أنا مطلوب مني to write the question when الأكزيلياري فيرب isn't بحالة النفي معناته is هي أداة السؤال إذا الأكزيلياري فيرب is بسأل ب-is وكأني أنا بغير مكانها بعكسها مع السبجكت بحط الاز بالاول بعدين بلحقها بهي اللي هي السبجكت فبتصير از هي wearing بتضل زي ما هي وبكمل سؤالي از هي wearing ا هات كويستشن مارك طيب نشوف يا مس بي معلش انا هون اوكي okay. that's fine الان الجمله بي يس yes, he will visit her grandma طيب وين الاوكسيليري verb فعل المساعد عنا will، فأنا بطلعه بسأل فيه will وببدل مكانه مع شي شو بتصير will she will she visit her grandma tomorrow question mark تيالي it's easy نشوف سي no he doesn't want to become scientist عنا doesn't هي auxiliarie طبعا أنا بسأل ب does بكتبها كابيتل does وال subject he Does he وبكمل want to become a scientist? That's question mark. هذا سؤال Number D. No. Fatima cannot. هي can travel to Egypt to see the pyramids. ال pyramids اللي هم الأهرامات. طيب عنا cannot. الفعل المساعد أو الأكسيليري كان. فأنا بسأل بي can. كان. كان ومين الفاعل فاطمة في أحكي كان فاطمة أو كان شي بصير كان فاطمة وبرجع على الفيرب travel to Egypt to see the pyramid هيك عملت question the last one هي اللي بدك تنتبه لها عندنا yes أيام طبعا بدك تعرف انه لما بجاوب بأيام السؤال إلك انت فالفاعل بده يكون you ولما يكون الفاعل you اكيد ما رح اسأل ب is لانه is للمفرد اليو بسأل عنها ب are فار يو دوينج الماي بتكون منقلبة عن يور، are you doing يور homework? yes, I'm doing my homework إذا هاي بدك لها لما يكون عندي بالإجابة آم بسأل بآر يو، والماي بسأل بيور، فاليور بتتحول لماي، والآر يو بجاوب بآم، um. تمام؟ إذا يا ريت تنقل الإجابات أنا رح أصورهم بصورة ثابتة.